على إخواننا الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم قصروا في الصلاة، فهذه كبيرة 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 من الكبائر، بل هي من أعظم الكبائر. إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. واختلف العلماء أهو كافر أم فاسق، والمسلم يربأ بنفسه، يبتعد بنفسه أن يكون كافرا أو فاسقا، إنما يكون مصليا. حافظوا على صلاتكم. ذهب أحد الناس إلى الإمام الغزالي، الشيخ الغزالي، محمد الغزالي، وقال لي: صديق أحبه لكنه لا يصلي، ماذا أفعل معه؟ قال: خذه من يده واذهب به إلى بيت الله، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك بذلك الخير. ولعله عندما يذهب إلى ربه ويسجد سجدة تكون السجدة الأخيرة. بيحكي أحد العلماء التوانسة الشيخ عبد الفتاح مورو، بيحكي أنه كان في شبابه يقف في الشوارع وينادي الناس أن يأتوا إلى الصلاة مع جماعة التبليغ والدعوة. يقول: فلم يعبأ به أحد، لم يرد عليه أحد إلا أحدهم، فلما دخل المسجد شموه الناس فوجدوه سكران، فقالوا: كيف ذلك؟ فجاء الشيخ وقال: يا ابني عبد الفتاح، أتريد أن تدخل سكرانا إلى الناس؟ قال: والله ما أعرف أنه سكران. والرجل هذا لم يرضى أن يخرج من المسجد، فحاول الشيخ أن يجعله في الصف الثاني لكنه لم يرضى، فوقف في الصف الأول وجعل مكان فيما بينه متسع فيما بينه وبين الناس حتى لا يأذيهم من رائحته. وفي الصلاة سجد الرجل لربه وفاضت روحه إلى الله. الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة وصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الذين يضيعون الصلاة قال ربنا عنهم في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم بعيد قعر شديد حر. ألا ترى معي أن الله بدأ سورة بالويل ثم ذكر فيها رأيت الذي يكذب بالدين، ذكر فيها آية الويل، قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. هم يصلون لكنهم يؤخرونها بدون عذر شرعي، فما بالك بالذي لا يصلي. أيها المسلمون، عودة إلى الله رب العالمين، إن الله أضاء قلبك بنور الإيمان وجعل الفطرة التي في قلبك فطرة الإسلام، ثم هداك إلى قول لا إله إلا الله، فانتظم في الصف ولا تجعل للشيطان عليك سبيل، كن من الساعين إلى الصلاة إلى بيت الله سبحانه وتعالى، واعلم يقينا أنك لو عدت سيقبلك الله رب العالمين. عد إلى ربك، عد إلى الصلاة، انتظم مع صفوف المؤمنين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. اللهم آمين.